ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم من جديد في قناتكم قناة هيلب مي تو وين، ومع الفيديو المهم جدا ده. وده الفيديو ده بمثابة عيدية العيد، كل عام وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال الطيبة. طبعا الفيديو ده هينزل طبعا في العيد، وده العيدية بتاعتنا ليكم، وهناخد مهمات موقع البيك وركر. ما انت ما عليك بس انك هتشوف الاثباتات اللي انا بعملها وبشتغل ازاي على الموقع. اول جزئية هنيجي بقى للمهام الموجودة دي، كلها مهام هي عايزين نقوم بتنفيذها. هنيجي بقى للمهمة اللي هو بتاعت مين اللي في الاول هنا، يعني هنبص يا واحد اسمه ZHIDF، نسبة نجاحها 84%، هنا 82%، هنا 92%. فانا طبعا بنفضل ان احنا نشتغل للناس اللي هم حاجة و90%، يعني دايما الشغل بتاعنا للناس اللي هم الحاجة و90%. انا اول واحد معانا اسمه ال MI 2022، هنشوف المهمة بتاعته وربنا يسهل. المهمة دي بالاربعة سنت، يبقى ادي اول مهمة. هنا طبعا بيقول لك ايه، بيقول لك جو تو جوجل، اذهب لجوجل وابحث عن الجملة دي. خلاص انا خدها كده كوبي وكليك يمين واقول له سيرش جوجل، ابحث عن جوجل عن هذه الكلمة. وهنا بيقول لك ان فيرجن كود از افيبل ان ذا فولوينج اوف كونتنت. جميل. طيب طبعا هنا عايز فيريفيكيشن كود، يو ويل نيد فيريفيكيشن كود اونلي وانس ذا كي وورد سبميت ذا فيريفيكيشن كود. بيقول لك هنا ان انت يو ويل فايند ذا فيريفيكيشن كود، ان انت هتلاقي الكود التفعيل اونلي اف يو سيرش ذا الكي وورد سبميت. نتيجة البحث دي هتلاقي الجملة اللي انت عايزها او هتلاقي الكود في هذه النتيجة فقط. طب هنا الموقع اسمه ايه؟ يعني قبل اي شيء الموقع اسمه ايه؟ هنيجي هنا ونقوم عاملين كوبي، هنعمل سند تو للينك ده، هشوفه عايز ايه تاني. نستنى عما تقوم بعملية التحميل. هنا بيقول لك هنا الكود، يعني هنا بيقول لك هيوز كود هيكون تحت باسم الموقع ده ايه، يعني اسم الموقع ده ايه. هنيجي هنا نشوف تاني لنتيجة البحث اي بي ال اي بولسي اولم بول دي ار سي اجراتش اوف اوف بورت اوف مين اوف بروتكشن. تمام، فالموضوع مختلط، اي موقع من دول يعني ممكن يكون ده او ممكن يكون ده. ولكن ال اي بي ال اي بوليسي او امبلاير الار سي ماشي اجاردن اوف بروتكشن، العنوان ده هو نفس العنوان ده الوحيد موجود هنا، نفس العنوان مفيش اي تشابه بينه من اي حاجة تانية، ولكن كان الافضل اللي هو يحط لك اسم مين الموقع. يبقى انا خدته من الاعلان بس كده، من العنوان ذات نفسه من التايتل. تمام، حصلنا على مين؟ على ادي الموضوع او البوست. بعد كده سكول الاسفل الصفحة نشوف هو حاطط فين البوكس، فين اللي عامله. قال لك يوز ذس كود فور فيريفيكيشن كود، اللي هو الترافل ده، ده الفيريفيكيشن كود، واللي انت قال لك اللي انت هتلاقيه بس موجود في الصفحه مين الاساسيه. لو بصينا على الحاجه اللي هو كاتب لك الكود اهو، يوز ذس كود فور فيريفيكيشن. تمام تمام كده، اللي هو الكود ده يوز ذس كود فور فيريفيكيشن، يبقى احنا كده بيكون تمام. يو ويل فايند فيريفيكيشن كود، خلاص اد فيريفيكيشن كود، خلاص خلصت. خلاص كده عايز ايه تاني؟ يبقى كده انتهينا من دي وانا فتحت الصفحه. طيب يو فايند ذا ويب سايت، هنا طبعا احنا ما خدناش بالنا من الخطوه الثانيه، وهنا موضح لك ان الويب سايت اسمه الترافل دوت يو اس في اس لاف، يو اس في اس لاف دوت كوم. يبقى هو جاب لك اسم الموقع، وانا من العنوان احنا جبناه من جوجل. تمام، وهنا اكد لي، يبقى انت كده تمام. فيزيت فيو سنت بوستس فور ماي ويب سايت اتليست 8، عايز 6 مين بوستات. وبعد كده اتبع هذه الخطوات. طب تعال نبص كده، هل عايز في زمن معين ولا لا، او لمده زمنيه معينه في 6 بوستات دول؟ مش عايز. هو قال لك كليك وان ادرس، تدوس على اعلان، وبعد كده جو باك تو ويب سايت اند فيزيت 2 بوست ويت 1 مينيت.
بروفايد ادرس يو ار ال. جميل قوي. يبقى انا عايز هنا 6 بوستات هنفتحهم من خلال هذا الموقع. هنيجي هنا ونيجي على الصفحة الأساسية اللي هي الهوم بيج، وهنفتح 6 بوستات اللي هو طلب مننا اللي احنا هنفتحهم. ادي البوست الأولاني، واسكرول لأسفل الصفحة، تمام. وهنيجي نوقف الفيديو، وبعد كده هنكمل ال5 بوستات ونعود إليكم تاني علشان وقت الفيديو. عودة من جديد، وانا كل اللي انا عملته فتحت كمان 5 بوستات على البوست اللي احنا فتحناه، اصبحوا 6 بوستات. هتيجي بعد كده بيقول لك دوس على واحد ادرس على اعلان واحد، وعوده للموقع تاني وهتزور صفحتين كمان. هنيجي على اخر بوست اللي احنا فتحناه وهنضغط على اعلان واحد بس، تمام. دوم ضغطنا على اعلان، ادي الاعلان، وطبعا الاسفل اي حاجه نفتحها اسكرول للاسفل. بعد كده يو ار ال اوف لاست بوست يو هاف فيزيت، اخر بوست انت فتحته، ادي يو ار ال اهو بتاع اخر بوست. وكوبي اند بيست ذا يو ار ال اوف كونتاكت اس اوف بيج فوتر ان ذا ويب سايت. لو جينا الويب سايت كده في الفوتر يعني تحت خالص هتلاقي كلمه حاجه اسمها كونتاكت اس اهي، يبقى ادي كونتاكت اس اللي هو عايزها الموجوده في الفوتر. بس URL of URL of as per instruction موجودة في هذه التعليمات. طيب عايز هنا URL كمان، طبعا اللي احنا فتحناه من شوية ال one address، و for proof الإثبات provide address URL بس وليس صفحتين. يعني أنا بقول لك click one banner address، وفي الإثبات عايز الأدرس ده، وكان طلب منك إنك تعود للموقع وهتفتح صفحتين كمان. يبقى انا المطلوب مني هو الادرس ده بس المطلوب مني. بعد كده بقوم عامل بيست للادرس، يبقى كده الاثباتات كلها خلصتها، وبعمل سبميت لمين؟ للمهمه، تمام. وكده مبروك عليك ال4 سنت. خلصنا ال4 سنت، هنعود تاني للموقع، تمام، وهنفتح كمان لينكين صفحتين اللي هو قال لي عليهم، ادي الاولاني وادي طبعا التاني، وسكرول لأسفل الصفحة. تمام، وبكده تكون انتهت هذه المهمة. هنوقف الفيديو ونشوف مهمة تانية، تمام، تكون قادمة بعد ذلك. أهلا وسهلا بكم طبعا في مهمة تانية، والمهمة التانية عندنا وال100% اسمه الميردينيا. والميردينيا عامل 3 مهمات، المهمة كل مهمة منهم بتكون ب5 سنت، والمهمة دي بتيجي الصبح وبتيجي بالليل، يعني الموظف ده لوحده بينزلك مهمات بحوالي 30 سنت، تمام. هناخد مهمة واحدة منهم وهنعمل المهمتين التانيين وهنرجع لكم من جديد، ولكن تعالى ناخد المهمة الأولى هنعملها مع بعض. طبعا هنا عدد 570 طبعا من ال1000 طبعا المهمات دي، يعني بتخلص على طول. وهنسجل عندنا اسم الموظف اللي اسمه الميرندا، تمام، وده من الموظفين المهمين جدا هنا في بيحط مهمات على طول. هنا بص كليب براوس هيستوري كويس، خلاص جو تو جوجل وابحث على واحد من هذه الجمل. خلاص هناخد اول واحده كده ونقول له اذهب لجوجل وابحث عن حاجه دي. وبعد كده اند فيزيت ذا سايت اسمه اولي هير دوت سير هير جوب 24، اولي هير هو ده الموقع. خلاص وصلنا للموقع. 10 بوستات، 10 بيدجات، 10 صفحات في 25 ثانيه، 10 صفحات في 25 ثانيه، تمام. طيب هنبص على الموقع. هل اول حاجه لازم تاخد بالك منها وهو الاعلانات الموجوده في الموقع، هل يوجد في اعلانات او لا، هل في ادرس او لا، ده حاجه بتكون مهمه جدا. نهدى شويه كده، في هنا اعلانات موجوده، يبقى اذا الموقع ده شغال تمام معايا. طيب عايز سكرين شوت للبراوزر، للبراوزر هيستوري والبروف ان ستيب 4 ولاست 2 ويب سايت يو ار فيزيت. خلي بالك ان هو سيند لاست 2 ويب سايت يو ار فيزيت، انا عايز اخر 2 من ال10. هنظبط التوقيت بتاعنا، طبعا قال لك في 25 ثانية، وزي ما اتفقنا 25 ثانية هتبقى 22 ثانية. طب كده تمام، هنيجي هنا لمين؟ للهوم، وهنفتح 10 بوستات.
لاحظوا الموقع ده حاجة، ان البوست ده هو نفس البوست ده، يعني لو فتحت ده وفتحت ده هتحسب لك واحد بس. دي حاجة ناخد بالنا منها، اول ملاحظة كده بنلاحظها هنا، تشابه في البوستات. طبعا ده بالنسبة لصفحة الهوم، يعني ليبرتي وتو ماتش والحاجات دي كلها، كومبوزيشن واس دراي، اس دراي موجودة والكومبوزيشن موجودة، يعني الخمس بوستات دول هما اللي تحت دول. بعد كده ذا بلو توكس، هنا فين بلو توكس؟ هنا اهي. يبقى الخمسة دول هما اللي موجودين تحت، وبالتالي هنفتح الخمسة دول الأول ومش هنفتح اللي تحت عشان تتحسب لك كفيزيت. هنفتح الأولاني ونستنى عليه 25 ثانية، وبعد كده هنخش على حاجة تانية، نافذة تانية، وهناخد كمان 5 بوستات. يبقى كده معانا 10 بوستات. هنوقف الفيو لحد ما نكمل 10 بوستات. كل اللي انا هعمله ان انا هفتح بس اللينكات دي كلها. طبعا عودة للفيديو، انا كده فتحنا طبعا ال10 صفحات اهو خلاص كده تمام. وبعد كده يا شباب نشوف هو عايز ايه في المطلوب هنا. الكسند لاست اخر 2 كده، هقول له 9 كده، التوقيت بتاع 10 خلاص، هنقول له كده 9 و10، طلب مني اخر 2، هنعمل فاصل كده بينهم الاتنين، واجي هنا على ده واقول له ادي التاسع ويب سايت التاسع، وادي الويب سايت اللي هو ال10. بعد كده عايزه ال ان بوف ستيب 4. هنيجي هنا بعد كده، ان خدنا ستيب 3 ال10 صفحات خلاص و25 ثانية خلاص، وبعد كده اتبع هذه التعليمات. طب انا كليك وان ادرس اند براوز 2 بيج انسايد ذا ادرس تمام، وجو باك تو سايت انا فيزيت 2 بوست، واستنى دي بروفايد ادرس يو ار ال، يعني هتدوس على اعلان واحد وهتفتح صفحتين داخل هذا الاعلان، وتعود للموقع وتفتح كمان 2 بوست. طيب نيجي تاني الى الادرس تمام، نيجي طبعا للموقع نلاقي الادرس زي ده كده بالظبط تمام. ادي نتصفح الاعلان وده الادرس يو ار ال. طبعا هناك بروفايد ادرس يو ار ال، يعني ايه ادرس يو ار ال؟ ما حددلكش التاني او التالت او الاساسي، ولكن سابها مفتوحه، وبالتالي انا هحط له الاعلان الاساسي وهنزل لاسفل كده ونحط له ال2 بيج، البيج الاولى والتانيه، وهنعمل ما بين الاتنين فاصل بالشكل ده كده تمام. وان المطلوب الاولاني هو سكرين شوت للهيستوري للباوس هيستوري الخاصه بيك. طب هنا نفتح صفحتين، الافضل صفحتين عندك هو مين؟ هو الاباوت اس والكونتاكت اس، دول افضل صفحتين هتكون عندك في الاعلان. نفتح اس بالشكل ده ونفتح بعد كده الكونتاكت اس بالشكل ده، يبقى كده اباوت اس، وعندي هنا الكونتاكت اس، وبكده احنا خلصنا من المطلوب ده. بعد كده عودة تاني للصفحة تمام، وهتفتح 2 لينك. ادي اللينك الاولاني اللي انت طالب منك سكرين شوت، ممكن ناخد كمان لينك، هناخد سكرين شوت تمام. طبعا انا بستخدم التطبيق اللي هو الاستاجت. طبعا هنظبطنا طبعا ادي البحث وادي الموقع كلها لازم تكون موجوده في السكرين شوت تمام، ولازم يكون الاعلانات بتكون موضحه بالشكل ده تمام. وبنيجي للبرنامج الاستاجت اللي انا دايما بستخدمه، وهتلاقي اللينك موجود في صندوق الوصف اللي عايز يحمله، وقوم دايس على كلمه الكابتشر اللي هي دي الموجوده في الاستاجت تمام. هنستنى شوية، طبعا انا مظبط مؤقت زمني 5 ثواني، وبعد كده بيقوم عامل الكابتشر بتاعته بعد 5 ثواني.
وطبعا ادي السكرين شوت، هنقوم واخدينها كليكه واعمل سيف از، وبعد كده نقوم كاتبين كلمه تاسك او اي اسم هسميها تاسك مثلا، وده المهمه الاولى الزر 1 مثلا، وبعد كده مينيمايز للشاشه، وبعد كده نعود الى صفحه الاثباتات ونعمل ابلود للهيستوري. نيجي هنا وفين فين فين هنا اهي تاسك الزوان، تمام. يبقى انا كده خلصت كل مطلوب مني، وبعد كده بقول له السبميت، تمام. يبقى انا كده خلصنا من المهمه، هنوقف الفيديو وهنكمله، تمام، ولكن مع مهمه بتكون جديده. اهلا بيكم في مهمه تانيه، ومعانا مهمتين كمان هناخدهم معانا. طبعا معانا اسمه الفيوزاز 4 والبهارات اللي هو هندي، ومعانا ايضا اللي هو ابو هاشتك زي ما بيسموها، تمام. تلات مهمات دول، المهمه دي اول بخمسه ودي الاربعه والاربعه تمانيه 12 سنت ونص، يعني تلات مهمات دول ب 12 سنت ونص هناخدهم دلوقتي مع بعض. هنيجي لاول مهمه عندنا وهي هذه المهمه. عايز ايه في هذه المهمه؟ قالك كلير الاول للباوس وكاش هيستوري والحاجات دي كلها، خلاص مش قد مشكله. بعد كده قالك اذهب للينك ده، ذهبنا للينك ده اند كليك ذا لينك انسايد، يعني اضغط على اللينك اللي داخل هذا اللينك. نستنى كده عم تفتح، وطبعا ضغطنا على اللينك هيحول لنا الى موقع تاني، تمام. طيب طبعا زي ما اتفقنا اي موقع بفتحه عيني على الاعلانات، هل الموقع ده فيه اعلانات ولا لا؟ استنى شوية عما الصفحة تحمل ونشوف موضوع الاعلانات. طيب هنا بقول لك 10 بوستات سلولي و25 ثانية. هنيجي هنا ونفتح اللينك الاولاني ونهدى شوية، نهدى عليه شوية كده وتشوف هل يوجد اعلانات ولا لا. تمام الآن صفحة الموقع، تمام، وحتى الآن مفيش أي إعلانات موجود. طيب هنيجي هنا ناخد كوبي ونيجي هنفتح المتصفح الخفي اللي هو نيو، تمام. بعد كده هنفتح المتصفح الخفي وهم حاطين اللينك بتاعنا، ممكن يبقى عندك الآد بلوكر على الجهاز منع الإعلانات، ونشوف هل هيجيب لك اعلانات ولا لا. هتلاقينا كلمة advertisement، advertisement الاعلانات ما جابش حاجة، مفيش ادنى حاجة في الموقع، موقع مفيش فيه اعلانات او فيها مشاكل بالنسبة للاعلانات. وطبعا دي حاجة اتعلمنا، هنطلع من الصفحة. وحاجة عن مهمة، هنكنسل هذه المهمة. الموظف ده اسمه الفيواز فور، هنقول له عفوا يعني المهمة دي مش هتكون مكتملة، تمام. يبقى اسم الموظف اللي هو اسمه الفيوزا فور، هنقول له ان انت ما عندكش اعلانات موجودة في الموقع، وبالتالي هنقوم عاملين هايد لهذه المهمة، خلاص تمام. ونشوف المهمة اللي بعدها. نيجي بعد كده المهمة اللي هي بتاعت طبعا الاخ ده له مهمتين، تمام، كل واحدة منهم بالاربع سنت، هنحاول ان احنا نشوفهم. ناخد المهمة الاولى كده ونشوفها مع بعض، تمام. تخيلوا ان في المهمة اللي فاتت اللي انت مخدتش بالك ان مفيش اعلانات، هتعمل هذه المهمات وبالتالي هتضيع وقتك كله، وبالتالي مش هتكسب اي حاجة. بحثنا سيرش و فيزيت اوف سمارت فون اي بي اي 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 بايو، سمارت فون اي بايو،
طبعا سمارت فون اي بايو، سمارت فون اي بايو هو ده الموقع اللي هو عايزه. ممكن انا كاتبه لك فروم سيرش من البحث، ما ينفعش تاخده كوبي كده وتقوم عامل سيت تو ميك 5 بيج اون سمارت 5 صفحات. فانا تيجي هنا بمنتهى البساطة هتفتح 5 صفحات، وليكن هنقول واد واحد، محددش وقت خلاص زي ما انا عايز. هقوله ادي الصفحة الاولى بس، هنوقف الفيديو عما نكمل ال5 صفحات ونعود اليكم تاني يا شباب. عودة تاني، يبقى انا كده عملنا 5 صفحات، فتحنا 5 صفحات. وبعد كده فور ستيب فور اللي هي دي ستيب فور، احنا اللينك بيقول لك ابحث على جوجل خلاص وفيزيت خلاص والخمسة. وبعد 5 صفحات كليك وان جوجل ادرس تمام، وسكول تو ذا اند وميك وان بيج فيو، صفحة واحدة داخل هذا الاعلان. هنيجي هنا بمنتهى البساطة وادي مثلا اعلان اهو، الاعلان وعايز ذا بس فيو داخل هذا الاعلان، وليكن كونتاكت اس ونقول بيج فيو اللي هي من الكونتاكتس. جميل. طيب بعد كده بيقول لك last sales of visit posted first proof، الإثبات الأولاني، يبقى هو عايز اللينك الأولاني تمام، اللي هو ده اللي احنا زورناه من جوجل. لو جينا كده عودة، انا فتحنا ده في البداية خالص تمام، يبقى ده عايز last sense، عايز اخر جملة في هذا البوست. نيجي هنا وكليك ونعلم على اخر جملة، لكن خدها له من اول نيو. هنا بيقول last sense خلاص او visited، مش عندنا مشكلة. URL from step 4. طب هنا نشوف عايز ايه، نقول له جو كليك وان ادرس ستيب 4 ستيل ذا اند او ميك بيج فيو، مش عايز حاجة تانية يعني. هو هنيجي ده قدام عامل حاجة زي دي، هنقول له ادي البيتش، ادي صفحة، ادي مش البيتش، الاعلان الاساسي. وبعد كده سكند يو ار ال، سكند يو ار ال اللي هو ده تمام، هو كده عايز الاعلانين. وبعد كده بنقول له سبميت، قال لك ان جوب از نو لونجر، شوف صفحة تانية. ولكن احنا طبعا كان المفروض ان احنا نعمل امساك للمهمة تمام، وده الحتة اللي احنا ما خدناش بالنا منها، انها 789 و 790، كان لازم نعمل امساك للمهمة قبل ما نقوم بعملها. بس كده اتعلمنا ازاي احنا نعمل هذه المهمة تمام. ونيجي بعد كده الى المهمة التالية، طبعا معاها مهمة تانية، وهو واحد اسمه بهارات وده من الهند، و99% نسبة نجاح المهمات، يعني مهمة وانت مغمض بتكون مضمونة. نفتح كده مع بعض اللينك، ومش هنعمل نفس الغلطة اللي فاتت، عينا على العداد ده 172500 لسه في وقت. بنيجي هنا على اللينك ده ونعلم عليه واقول له جو تو، اذهب الى، بيقول لك افتح اللينك موجود في الفيسبوك زي ما هو كاتب هنا بالظبط. وبعد كده هيفتح لك اللينك ده، وبعد كده يا شباب هنيجي على اللينك الخاص بالفيسبوك. طبعا ناخد اللينك الخاص بالفيسبوك ده واخده كوبي كات، ونطلع كده ونسيب الموقع يحمل. وبعد كده هنيجي بيقول لك عايز يو ار ال اوف فيسبوك، ادي اللينك بتاع الفيسبوك خلاص، يو ار ال اوف اني بوست، اي بوست عندك في الموقع حط لي يو ار ال بتاعه تمام. بس كده تعال نشوف هو عايز ايه. قال لك فولو انستراكشن، بيقول لك سيدي فيزيت 2 بوست واستنى دقيقة، هفتح 2 بوست واستنى دقيقة، وهدوس على اعلان واستنى دقيقة، وتفتح 2 بوست كمان وتستنى دقيقة، وتدوس على اعلان وتستنى دقيقة. ده اللي عايزه في مواصفات هذه الجوب، سهلة جدا. هنيجي هنا بمنتهى البساطة هجهز العداد، والدقيقة زي ما اقول هنخليها 55 ثانية، ونقول اوكي اشتغل. وبعد كده ادي بوست اولاني، وادي البوست التاني، وبعد كده البوست وسكول الاسفل. وانا مشغل العداد،
واي بوست من دول خد اللينك بتاعه حطه له هنا في الاثبات التاني انه قال لك اي بوست. تمام. الاثبات التالت تمام بيقول لك فيه ان الاثبات التالت ده عايز الاتنين اعلان اللي انت ضفتهم. يعني لو احنا لاحظنا تاني لو كان نفتحه تمام ده القصة اتكلمنا عليه اهو بروفايد فيسبوك فيستيد بيج يو ار ال وادرس مين يو ار ال. جميل. يبقى انا عندي هنا هنيجي تاني عودة من جديد واجي هنا ونقول له 1 2 ادي الاعلان الاولاني والاعلان التاني. ونيجي للصفحة دي انا وجرب ان شاء الله بصينا كده بالصفحة من اسفل هتلاقي اعلان 1 2 3 8 اعلانات موجودين اهم خد لك منهم اي 2. تمام. طب لو انت مستعجل ومش عايز تستنى التوقيت ده هو كده خلاص خلص بقوم معاه مجدد العدد التاني واجي هنا واقول له ادي الاعلان اللي بيكون اولاني بقوم اخد قط وسكول الاسفل وبعد كده بحط له الاعلان الاولاني. طيب انا لو مفيش وقت وجاي في النهايه خالص وبدل ما اعمل امساك للمهمه بنعمل ايه؟ باجي هنا واقول له ده الاعلان التاني كليك يمين واقول له كوبي لينك ادرس مش هنفتحه وباجي كده هاجي هنا واقول له البست انا كده كده اعلان تاني هفتحه بس نلاقي اللي هو بيكون طويل جدا ولو عملت كده مش هيقبله منك. تمام. لازم يفتح اللينك. طيب لو جينا هنا بعد كده هنستنى الدقيقة لما تنتهي. تمام. اذا الوقت مش هيكفي هنعمل امساك المهمة لان انت لو ضغطت وعملت كوبي ولقيت الحجم كبير قوي ده ما تعملهاش لكن بتنفع في بعض المهام. طيب هنستنى الزمن ادي الدقيقة خلصت بتيجي بعد كده ونفتح 2 بوست كمان وليكن البوست ده واسكرول لأسفل وبعد كده عودة للصفحة الأساسية وادي البوست التاني واسكرول لأسفل يبقى احنا كده عملنا 2 بوست يبقى ناقص لنا مين؟ ناقص لنا الإعلان. اي بوست من ده لو جينا نطلع فوق شويه كده نشوف الاعلانات موجوده فين موجوده اهي ونستنى الدقيقه لما تخلص وصلنا لقد ايه لسه 23 ثانيه. طبعا بالنسبه للموظف اللي هو اسمه بهاد ده يعني هو حاطط مهام كتير جدا هو عامل 2018 مهمة ونسبة نجاح 99% بمعنى اصح ان المهمة خلال يوم واحد بتاخد الـ4 سنت بتوعك وذاتها من الناس اللي عندها مصداقية كبيرة جدا في هذا الموقع. نعود تاني وندوس على الاعلان عشان نحطه في الاثبات كده احنا تمام وليكن هناخد الاعلان التاني اللي هو ده احنا فتحناه من شوية ويتقل شوية على اللينك لحديت ما حجمه بيقل تدريجيا. تمام. سكول لأسفل الصفحة ونقوم واخدينه قط واجي هنا قوم حاطينه مين حاطينه بيست. تمام خلاص بعد كده خلاص كده وبعد كده بقول له سبميت مين البروف مبروك عليك الـ4 سنت بتوع بهارات وده من المهمات المضمونة الموجودة على الموقع. نوقف الفيديو ونعود إلى مهمة ولكن تابعونا بعد الفصل. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وطبعا معانا مهمه كمان اسمه اليوهانج كايو. طبعا نكليك يمين وهنفتح المهمه ونشوف المهمه تتكلم عن ايه وعايز ايه. اتاكدنا من العداد 2700 خلاص تمام كده بيقول لك اذهب لي اللينك ده هنذهب الى اللينك اللي هو قالنا عليه وبعد كده دوس على ريد اهو ماشي هذا اللينك والاسم الموقع اسمه customersurvey.net survey.net.survey هو ده انتهينا الموقع خلاص وبعد كده 10 بوستات. تمام. I'm matched to the end of the article and the coupon code will be displayed. طيب خلاص 10 بوستات ومينيمم 10 بوستات هو هيعمل تراك يعني حتى هو مقالش زمن قد ايه هو طلب 10 بوستات هل عايز زمن استنى كوبون كود
جميل. هو طبعا عايز هنا 10 بوستات، هنشوف كده هو هيعمل ايه بالظبط. انا مش شايف هنا اي كوبون كود، الامانة مش موجود هنا كوبون كود خالص. تمام، لو جينا الى الهوم كليك اون لينك بوينت كذا، خلاص ضغطنا على اللينك، يعني هو قالك دوس على اللينك ده، وده اللي احنا عملناه. الموقع اسمه customcv.net، هو نفس الموقع اللي هو customcv.net، يعني احنا ماشيين تمام. نستنى بقى اما الصفحة الأساسية تحمل، وهنا بقول لك and dash to be the end of the article after coupon code will display. يعني طب فين الكود هنا؟ يعني هو قال لك هنا في أسفل المقالة هتلاقي كلام زي big data والحاجات دي، وتحتها هتلاقي الكوبون كود. عندنا كده أسفل المقالة لو تلاحظ ان كلمة بيج داتا موجودة اهي، يعني هو قال لك بيج داتا مينينج وكوبون كود. طب ادي البيج داتا، انا وصلت له، فين البيج كود بقى الموجود هنا؟ انا مش شايف هنا اي كود، يبقى ادي بوست. نشوف بوست تاني كده في الموقع. طبعا انت نفسك مهم تعمل اللي انا بعمله ده، يعني تأكد الاول من الاكواد وتأكد من الاعلانات قبل القيام بمثل هذه النوعية من المهام. انا مش شايف هنا اكواد، وبالتالي هقول لك يا اخ مين اسمه يو هانجوجيكو مفيش عندي اكواد بتكون موجودة. واغلب الناس اللي هتحل هذه يعني 2700 دول خدوا الكود ده وحطوه، يعني شوفوا الكود ده اللي هو الكوبون كود واللي هو ال40 ده، تمام، وقاموا حاطينه. والله اعلم يا اما صح يا اما غلط، يعني يا اما كده يا اما كده، ولكن مفيش اكواد، وبالتالي المهمة دي يعني ينصح بعدم عملها. تمام، ونشوف مهمة تانية لا انصح بهذه المهمة. طيب نيجي بعد كده نحدد بقى اللي هو السيو. طبعا انت بتحدد هل مثلا تويتر، هل في مهام تويتر ولا لا، هل مثلا في مهام على موجودة على الفيديو ماركتنج ولا لا، مفيش حاجة خالص. طبعا نعود تاني للسيو. طبعا هنكمل بقية المهام. هتلاقي طبعا مهام بالشكل ده كده، ومهام كتير جدا جدا جدا، ولكن يعني انا يعني طبعا يوهان جيكو ده اللي احنا شفناه من شوية، هعمل اخفاء للمهمة بتاعته ونشوف كده ايه الموجود هنا عندنا تاني من المهام. طبعا الذكي اعتقد ذكي، احنا خدنا له مهمة ما خدناش مهمات. ذكي ده بيحط مهام كتير جدا، يعني نشوف المهمة دي بتاعت ذكي 1 2 3 4 5 6، حاطط 6 مهام اللي هو ذكي بحوالي $4. والمهمة دي ايضا بتاعت ست، يعني حوالي يعني $4 بس من الموضوع بتاع ذكي ده، او من المهام الخاصة بذكي. تعالوا نشوف لنا كده مهمة مع بعض واحدة بواحدة كده ونشوفهم. تمام، وهناخدهم معانا. يبقى كليك يمين وهنفتح تمام، ونشوف هو عايز يعمل ايه بالظبط. يبقى اسمه طبعا زاكي. طبعا احنا كده سجلناه 51 51. يبقى ده بالنسبة للمهمة بتاعته. تعالوا نشوفها كده مع بعض بالنسبة لهذه المهمة. بقول لك بكافي وكليه ومش عارفة ايه، وبعد كده اداك لينك وقال لك الفولو للينك ده.
طبعا هيفتح على تويتر، هنتبع التويتر، اكيد سايب لك اللينك في تويتر. هنستنى عما يقوم بالتحميل بالضغط على اللينك الموجود على تويتر، تمام. وموقع اسمه البلوج ادوانتا، بلوج ادوانتا هي ادوارتا، ده هو الموقع. يبقى احنا كده دخلنا على الموقع بيكون مظبوط، يبقى ده اول بوست. طيب هنا بيقول لك ايه يا باشا، سبميت خامس، البوست الخامس خلاص سبميت الكود يو ار ال بوف ان ستيب مين 5. طب المهمه دي متعدله، ودايما كان بيطلب منك اللينك الاولاني ولكن هو عايز مني الكود. لو جينا لاسفل كده، هل الكود موجود ولا لا؟ تمام، الكود مش موجود. يعني انا هنا لو جينا من مايز هنا، بليز ويت 7 دقايق، تمام، او 7 ثواني للكود، وماكسمايز، وبالتالي مفيش هنا اكواد. يبقى دي طبعا اللينك الاولاني، يبقى احنا عايزين ناخد الكود. طيب احنا جينا بعد كده نفتح، تمام، شوية حاجات كده. ده طبعا صفحة رقم 10. لو انا جينا للصفحة الاساسية اللي هو المين بيتش، وتمام، وتعالوا هنا ناخد لينك كده، يبقى ده كده اللينك التاني، ويبتدي ان هو يحسب. طبعا هو كان 10 من 0، وطبعا في نهاية اللينكات دي هيديك ايه الكود. هنستنى الثواني دي عما تخلص، ولازم تعمل سكرول للأعلى والأسفل عشان العداد بيكون شغال، ده أهم حاجة. يبقى ده كده بقى 8. هنيجي تاني هنا وأقول له أوبن لينك كمان، هو عايز اللينك الخامس، طبعا هو كده اللينك التالت. تمام، ويستنى عما يقوم بالتحميل. طبعا انت بتعمل سكرول علشان العداد يشتغل معاك. يبقى انا كده 3، هو عايز منك الخمسة والكود، تمام. بعد كده اللينك اللي بعده، وطبعا هتلاقي العداد شغال، تمام. استنى كده شوية، خلي بالكو اللينك اللي جاي هو اللينك اللي انا ضغط عليه، وهو اللينك الخامس. وطبعا اللينك الخامس هو عايز ال يو ار ال الخاص بيه في الاثبات. بس نستنى كده عما ينتهي، ناخده كده قط. احنا كده عملنا 5 لينكات، يبقى انا كده باقي 5 بيتشات، تمام. واجي هنا على اللينك الخامس، خلاص كده تمام. نكمل بعد كده، حط كمان 5، ادي 1، ده علشان الكود. يبقى الخمسة التانيين دول علشان الكود. اسكول للأعلى والأسفل، بعد كده اللينك اللي بعده، طبعا السكول الاسفل الصفحة بقى 3، ادي 1، بعد كده افتح الصفحة اللي بعدها، طبعا سكول الاسفل كده، طبعا يعني مهمة على طول. تعتبر هذه المهمة من احسن المهمات، لان هي بتبقى اوتوماتيك، اذا حصلت على الكود يبقى انت كده خلاص.
وبعد كده انت ممكن طبعا، وهنا العداد بيعد حوالي 55 ثانية علشان يديك الكود. انت ممكن تيجي هنا وتدوس على اعلان، يعني استغل فترة التوقف دي واضغط على اي اعلانات موجودة في الصفحة. حتى هنا قالك ان التايم ويل ستيل ران باك اف يو كلوز ذا ويب سايت بليز كليك ذا ادرس اون ستري، يعني لو انت قفلت هذه الصفحة اضغط على الاعلان. انا كده ضغطت على الاعلان، بس هنستنى لما نحصل على الكود، وذلك بعد 30 ثانية من الان. تمام، طبعا ده التسجيل ده من يعني من شغلي انا الخاص على هذا الموقع، وحبيت ان انا اسجل لكم الحاجات دي كلها بحيث المهام تكون قدامكم سهلة. واحد زي زاكي ده بينزل حوالي، بينزل الصبح وبالليل، يعني ربع دولار الصبح وربع دولار بالليل، يعني حوالي يعني الصبح وبالليل نص دولار، يعني واحد بس او مهمة دي بنص دولار يعني يوميا، ما بالك بالمهام التانية دي كلها هتحقق مبالغ بتكون كويسة جدا، يعني ممكن في يوم الواحد تعمل لك 7 او 8 دولار يوميا من هذه المهام. انا كده حصلت على الكود، جميل. وبعد كده بقول لك ستيب 5. طب ستيب 5 دي بتقول ايه؟ يعني فاين اللي في ستيب 5 اكيد هتضغط على اعلان وصفحة داخل اعلان او صفحتين داخل الاعلان. هنا بيقول لك one big address او middle and browse the address for 1 minute must 2 page inside the address، او المعتاد بتاعنا ضغطنا على الادرس وبعد دقيقة هتتصفح صفحتين داخل هذا الاعلان. ادي الصفحة الاولى وادي الصفحة الثانية، وطبعا هو عايز اللينكات دي، يبقى ادي اللينك الاولاني. طبعا استغلينا العد الخاص بالكود وعدينا الدقيقة بكل تأكيد يعني. بعد كده هنقول بالصفحتين الموجودين داخل الاعلان بالشكل ده كده، ونقول له ادي الواحد الاولاني اللي بتاع البلاتفورم، وادي الثاني اللي هو البايسنج. مش تنسوا ان انتوا تعملوا سكول للاسفل، لو احنا كده حصلنا. وبعد كده نقول له اوكي، مبروك عليك المهمة. وطبعا انت فتحت اي صفحة سكول للاسفل، اي صفحة تفتحها سكول للاسفل على طول، وبكده مبروك عليك المهمة. هنوقف الفيديو شوية حلوين كده. طبعا معانا مهمتين كمان، بيدا اللي مهمتين هنا معانا، والبابلو لوكي ويك ده له ايضا مهمتين. هنشوف مع بعض مهمة من ده ومهمة من ده. واعتقد البيدا بينزل في اليوم حوالي 7 او 8 مهام في اليوم الواحد، وكذلك البابلو ويك ده بينزل حوالي يعني مهام كتير جدا حوالي 5 او 6 يوميا، وبيجدد على طول، يعني تخلص مجموعة بينزل مجموعة تانية. تابعوا معانا تنفيذ المهام. طب اول مهمة نفتحها الخاصة بيه بيدا، وقال لك اعمل باوس كلير للباوس وافتح اللينك ده. بعد كده نشوف هو عايز ايه بالظبط. ادي اللينك والانسيانس اسانتيك، هو نفس الموضوع خلاص تمام كده. وعايز ايه تاني؟ جبنا على الهوم بيج زين فيزيت ذا بيج ماست 25 ثانية، يبقى 25 ثانية، وهو عايز 10 صفحات، واقعد دقيقتين في الموقع على الأقل، وأنا هعمل لك تراك من خلال الأي بي. هنبتدي بقى نصفح المواضيع كده. هاد الأولاني هناخد طبعا 10 صفحات هنفتحهم، وهنوقف الفيديو لحد ما نكمل 10 صفحات. طبعا عودة للفيديو، كليك يمين بعد كده بعد 10 صفحات قال لك هتدوس على فولو هذه التعليمات الانستراكشن. كليك ذا ادريس اضغط على اعلان، ومدة دقيقة وصفحتين اند فيزيت 2 other page صفحتين داخل هذا الاعلان. البروف بروفايد ادريس يو ار ال ان سكند بروف، خلاص تمام كده. في السكند بروف اللي هو جو باك ام سايت اند 2 بوست، تمام جميل. يبقى احنا هنا ضغطنا على اعلان
وبعد طبعا دقيقة هنصفح صفحتين داخل هذا الإعلان. يبقى ناخد الإعلان ده كوبي طبعا. أنا طالب مني 2 URL of the site you visit in step رقم كام؟ الـ4. طيب و last URL، last URL هنا اللي هو الموقع ده، يبقى ده آخر لينك أنا ضغطت عليه. وهذه الصفحتين موجودين داخل مين؟ الإعلان. هذه الصفحة الأولى وأدي الصفحة الثانية. وكان قال لك في التعليمات أنت هتعود الموقع وتفتح 2 بوست في الموقع. يبقى نيجي على الصفحة الثانية ونفتح 2 بوست، 1 2. طبعا السؤال الأسفل زي فقنا كولال تمام كده. يبقى احنا هنا في المهمه الاثنين او ال من الويب سايت في الستيب نمبر كام؟ 4. وطلب منك الادرس اونلي واللاست اخر لينك انت زرته في الموقع، وبكده يكون خلاص وبتعمل سبميت لمين؟ للمهمه. طبعا هنيجي للمهمة التالية بتاعت الاسم بابلو هويك ده. تمام، بيقولك اداك لينك تويتر، ومن اللينك التويتر ده من خلاله هندخل عليه طبعا كليك يمين، وهنشوف اللينك ده على تويتر. وسايب لي لينك تمام على اول بوست. اند كليك ذا لينك تو فيزيت ذا ويب سايت، خلاص تمام كده. فيزيت ذا 33 نمبر بيج بوتون بلو اند كليك ذا لاست بوست. الصفحه رقم 33، يبقى هاجي هنا على الصفحه رقم 33. طبعا احنا بنقلب لحد ما نوصل للصفحة رقم 33. ادي الصفحة 33. طيب هنا عايز ايه؟ يبقى visit the number page button and click the last post، واضغط على اخر بوست خالص هنا اللي هو ده. بدأ اول حاجة هو عايزها مني. طيب يبقى ده اول جزئية وده رقم 2. last sentence اخر جملة اوف 33 نمبر بيتش لاست بوست، اخر جملة هنا اتقالت ايه؟ نيجي هنا ونشوف اخر جملة اتعملت، اتقالت في البوست يعني، وراجل مش سايب اي جمل خالص. اخر جملة هنا اعتقد يعني اعتقد كونتاكت، يعني هو هنا كونتاكت كاخر بوست اللي عمله هنا تو ليت مي برانش ميل. اللي هو كونتاكت اكتب على كده كونتاكت 018 76 5 1 5 11.
1 5 11 2 5 الحاجة التانية في الكونتاكت التاني 2 19 5 6 7 5 6 7 ايه 4 2 4 4 ماشي 4 2 4 2 تمام. وبعد كده TOLET توليت توليتا فروم 1 أبريل 2019 فروم 1 أبريل 2019 فور ميل. اعتقد كده خلاص كده كفاية قوي. هم كاتبينها جميل 2019 فور ميل بعد كده عايز ايه؟ بقول لك نو فولو ذس اس انستراكشن، هتبع هذه التعليمات. كليك وان ادريس وبعد دقيقتين هتفتح صفحتين داخل هذا الاعلان يو ال اوف 10 بيج انسايت. ده في مين؟ في الاثبات. تمام، يبقى اثبات زي ده اضغط على الاعلان وسنة دقيقتين وهتفتح صفحتين في الاعلان، والصفحتين دول هتحطهم في مين؟ في الاثبات. يبقى نقعد تاني هنقول وليكن اد الاعلان وهنحط صفحة دقيقتين، وبعد دقيقتين هنعود اليكم من جديد. بعد كده هتفتح صفحتين داخل هذا الاعلان، ولكن دي هتبقى الصفحة الاولى والصفحة التانية، وسكول لأسفل الصفحة تحت ما تضغطش، يبقى خلينا على البرودكت مثلا. أودي طبعا. بعد كده افتح الصفحة 43 and collect the phone number، يعني نيجي بعد كده للصفحة اللي هي 43 وجمع أرقام التلفونات. لاست بوست، وعايز اخر بوست مش اول بوست، وعايز البوست ده رقم تليفونه. طبعا هنشوف البوست ده ونكتب رقم تليفون. احنا جبنا رقم التليفون وبعد كده بتقول له اوكي. بقى كده خلصنا المهمه بتاعت الاخ ده. مهمه سهله مش عندنا مشكله، ولكن تفهم المهمه ماشيه ازاي. ازيكم عاملين ايه؟
اهلا بيكم في فيديو جديد، وهنتكلم عن طبعا الفيديو ده هجمع لكم جميع المهام، وده هيبقى ان شاء الله عادية العيد. هنتكلم دوت على اول واحد، وده من الناس المهمين جدا الموجودين اللي بينزل مهمات، وهو اسمه المستر جوبز. المهمة بتاعته ب3 سنت وكلها زي بعضها. هنشوف كده هو منزل كام مهمة مع بعض. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي الاربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10 مهمات. 10 مهمات دول بينزلهم تمام ب30 سنت، وبينزلهم الصبح وبينزلهم ايضا بالليل مستر جوبز، يعني حوالي 60 سنت لو انت تبعت مهمته. 60 سنت وسهلة جدا. هنعمل مهمة منها وبعد كده هنوقف الفيديو وهنشوف موظف تاني بمهمة تانية بتكون جديدة. طيب ناخد اول مهمة مع بعض كده. طيب نخليك ذكي. هنا 311 من 400، 302 من 400. خلينا في الحاجة اللي هي ممكن تخلص، اللي ممكن يخلص الحاجة اللي هي دي، اللي هي 300 375، 377. فهنبدأ بيهم. هنيجي هنا ونبدأ بهذه المهمة. كانت 375 من حوالي 2 دقيقة، أصبحت 382، يعني الناس ونسبة نجاح العمليات 98% من 185 مهمة، نسبة بتكون عالية جدا. تعال نشوف مع بعض كده. أول حاجة هنا بيقول لك إن أنت دوس على اللينك ده أو اللينك ده. طبعا بفضل اللينك التاني، أنا بفضله. دخلنا على اللينك وبعد كده يا مستر جوبس قال لك دوس على كلمة القطي، وبعد كده من البنترست إلى هذا الموقع. طب هو عايز إيه؟ 10 صفحات، 10 صفحات في 25 ثانية. كيس كان هي 10 صفحات في 25 ثانية. طب جميل. طبعا ده اول بوست موجود اهو. طلباته كانت ايه؟ فيرست ويب سايت يو ار ال يو فيزيت، اد الاولاني، يبقى ادي اول فيرست خلاص، ده الطلب الاولاني. وسند لاست 2 ويب سايت، لسه 2 يعني عايز اللينك التاسع والعاشر تمام، وابتدي ان انا افتحهم تباعا. هنيجي هنا على الصفحه الاساسيه، او هناخد مثلا، هنقول الصفحه الاساسيه احسن، هتكون شامله. وطبعا وانت بتنتقل هتلاقي في اعلان بيطمنك ان الموقع فيه اعلانات تمام. هنيجي هنا وهناخد 10 موضوعات، هنفتح مع بعض كده 10 صفحات، 9 صفحات، فتحنا واحدة خلاص. يبقى انا كده ناقصنا قد ايه؟ ناقصني 9 صفحات في 25، يبقى حاجة ظبط التوقيت بتاعي. طبعا 25 هيبقى 23، مفيش مشكلة، ونقول له اوكي، هيبدأ العداد، واقوله ادي الصفحة التانية تمام. وابتدي لان انزل للصفحة التانية الاسفل، وبعد كده هنوقف الفيديو لحد ما كمل ال10 صفحات، وبعد كده نعود تاني من جديد ان شاء الله. طبعا عودة من جديد. طبعا هنا انا خلصت ال10 صفحات، فتحتهم تباعا، وبعد كده فتحت هنا جينا للخطوة تمام، يعني بقول لك الفولو هذه التعليمات. لما فتحنا التعليمات قال لك ان انت بعد ال10 صفحات هتضغط على one big address، اعلان واحد بس او article، اقعد في دقيقة واحدة بس في صفحة الإعلان، وبعد كده افتح صفحتين داخل هذا الإعلان. ده اللي هو كاتبه لي في المواصفات أو في الطلبات اللي هو بيكون عايزها. طبعا على الصفحة الأساسية، وضغطنا على هذا الإعلان وفتحنا هذا الإعلان، وهنصفح الإعلان مع بعض. وبعد دقيقة واحدة هنفتح صفحتين داخل هذا الإعلان. هنيجي هنا بيقول لك عايز آخر 2 يو ار ال أنت زرتهم، هنقول له آدي التاسع وبمنتهى البساطة، وادي العشر ببساطة، وكده تكون انتهت الدقيقة. طب انا هستنى هنا اشوف عايز ايه تاني. طب نفتح دي كمان. قال لك send click the advertisement inside the page must one your early page inside the صفحات. طب هبعت لو صفحة واحدة تكفي، انا بعت له صفحتين داخل هذا الاعلان. هيجي على مثلا هنا الاوفر مثلا ده، ومع الكونتاكت اس، ادي الصفحة الاولى، وادي الصفحة التانية. الموضوع بسيط جدا كده، عملنا صفحتين داخل الاعلان، وادي فاصل بين الاتنين، وهنا نحط فاصل بين الاتنين كنوع من التنظيم، وبعد كده هقول له سبميت للبروف، وبعد كده هيقول لك جريت واوكي تمام. طبعا صفحتين، اتاكد ان هم يكونوا الاسفل.
Thank you.
ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، وهنتكلم عن طبعا الفيديو ده هجمع لكم جميع المهام، وده هيبقى ان شاء الله عيدية العيد. هنتكلم دلوقتي على اول واحد، وده من الناس المهمين جدا الموجودين اللي بينزل مهمات، وهو اسمه المستر جوبز. المهمة بتاعته ب3 سنت وكلها زي بعضها. هنشوف كده هو منزل كام مهمة مع بعض. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي الاربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10 مهمات. 10 مهمات دول بينزلهم تمام ب30 سنت، وبينزلهم الصبح وبينزلهم ايضا بالليل مستر جوبز، يعني حوالي 60 سنت لو انت تبعت مهماته. 60 سنت وسهلة جدا، هنعمل مهمة منها وبعد كده هنوقف الفيديو وهنشوف موظف تاني بمهمة تانية بتكون جديدة. طيب ناخد اول مهمة مع بعض كده. طيب نخليك ذكي هنا، 311 من 400، 302 من 400. خلينا في الحاجة اللي هي ممكن تخلص، اللي ممكن يخلص الحاجة اللي هي دي، اللي هي 300 375 377، فهنبدأ بيهم. هنيجي هنا ونبدأ بهذه المهمة، كانت 375 من حوالي دقيقتين أصبحت 382، يعني الناس ونسبة نجاح العمليات 98% من 185 مهمة، نسبة بتكون عالية جدا. تعال نشوف مع بعض كده. أول حاجة هنا بيقول لك إن أنت دوس على اللينك ده أو اللينك ده. طبعا بفضل اللينك التاني، انا بفضله. دخلنا على اللينك وبعد كده يا مستر جوبز قالك دوس على كلمة القطي، وبعد كده من البنترست الى هذا الموقع. طب هو عايز ايه؟ 10 صفحات، 10 صفحات في 25 ثانية. كيف كان هي 10 صفحات في 25 ثانية؟ طب جميل. طبعا ده اول بوست موجود اهو. طلباته كانت ايه؟ فيرست ويب سايت يو ال يو فيزيت، ادي الاولاني، يبقى ادي اول فيرست خلاص، ده الطلب الاولاني. وسند لاست 2 ويب سايت، لاست 2 يعني عايز اللينك التاسع والعاشر تمام، وابتدي اللي انا افتحهم تباعا. هنيجي هنا على الصفحه الاساسيه،
او هناخد مثلا، هنقول الصفحه الاساسيه احسن هتكون شامله، وطبعا وانت بتنتقل هتلاقي في اعلان بيطمنك ان الموقع فيه اعلانات. تمام، هنيجي هنا وهناخد 10 موضوعات، هنفتح مع بعض كده 10 صفحات، 9 صفحات، فتحنا واحدة خلاص، يبقى انا كده ناقصنا قد ايه؟ ناقصني 9 صفحات في 25، يبقى حاجة اظبط التوقيت بتاعي. طبعا 25 هيبقى 23، مفيش مشكلة، ونقول له اوكي، هيبدأ العداد، واقول له ادي الصفحة التانية. تمام، وابتدي انا انزل للصفحة التانية لأسفل، وبعد كده هنوقف الفيديو لحد ما كمل ال10 صفحات، وبعد كده نعود تاني من جديد ان شاء الله. طبعا عودة من جديد، طبعا هنا انا خلصت ال10 صفحات فتحتهم تباعا، وبعد كده فتحت هنا جينا للخطوة. تمام، يعني بقول لك الفولو هذه التعليمات، لما فتحت التعليمات قال لك ان انت بعد ال10 صفحات هتضغط على وان بيج ادس، اعلان واحد بس او ارتكل، اقعد في دقيقة واحدة بس في صفحة الإعلان، وبعد كده افتح صفحتين داخل هذا الإعلان. ده اللي هو كتبه لي في المواصفات أو في الطلبات اللي هو بيكون عايزها، طبعا على الصفحة الأساسية، وضغطنا على هذا الإعلان وفتحنا هذا الإعلان، وهنصفح الإعلان مع بعض، وبعد دقيقة واحدة هنفتح صفحتين داخل هذا الإعلان. هنيجي هنا بيقول لك عايز آخر 2 URL اللي أنت زرتهم، هنقول له آدي التاسع وبمنتهى البساطة، وادي ال10 ببساطة، وكده تكون انتهت الدقيقة. طب انا هستنى هنا نشوف عايز ايه تاني. طب نفتح دي كمان، قال لك send click the advertisement inside the page must one URL page inside the صفحات. طب هبعت لو صفحة واحدة تكفي، انا بعت له صفحتين داخل هذا الاعلان. هيجي على مثلا هنا الاوفر مثلا ده، ومع الكونتاكت اس، ادي الصفحة الاولى، وادي الصفحة التانية. الموضوع بسيط جدا كده، عملنا صفحتين داخل الاعلان، وادي فاصل بين الاتنين، وهنا نحط فاصل بين الاتنين كنوع من التنظيم، وبعد كده هقول له سبميت للبوف، وبعد كده هيقول لك جريت واوكي. تمام، طبعا صفحتين، اتاكد ان هم يكونوا الاسفل.